السلام عليكم أعزائي المشاهدين ومرحبا بكم في حصة مولاة التاج. اليوم on va faire de la viennoiserie. La viennoiserie معروفة بزاف، راحين نديرو ان سورت دو بريوش، بريوش فوري بالشوكولا. المقادير تاع البريوش نحتاجو فيها 400 غرام فارينة، نحتاجو فيها 400 غرام فارينة، نجيبو لا باليت لو بول عفوا، ونحتاجو لو كروشي في الوصفة هذه. ربعمية غرام فارينة، نحتاجو معها 65 غرام سكر عادي، نحتاجو فيها تاني زوج بيضات كاملين، نحتاجو فيها 15 غرام خميرة كيميائية، بلا ما ننساو الملح ابوبري واحد 8 غرامات، وبيان سور الملح جامي تحطوه مع خميرة، ونحطو نبسوهم مليح. للحشو تاع هاد لابغياش نحتاجو فيها 250 غرام شوكولا حليب، نجيبو لكاسرول تاعنا، بلا ما ننساو نسقيو لابغياش تاعنا او فيغ ا ميزور بالحليب الدافئ. عجينة البريوش ما تكونش طرية بزاف وما تكونش يابسة بزاف. ونحطو الشوكولا تاعنا الدوب، 250 غرام تاع الشوكولا حليب، راح نخلطو معاهم 30 غرام كاكاو. تقولوا لي علاش 30 غرام تاع الكاكاو ما درتش الشوكولا نوار؟ باسكو الكاكاو نحتاج هنايا الشوكولا، باسكو في الشوكولا نوار كاين لو كاكاو، بصح كميه البيغ دو كاكاو اللي كاينه مع الشوكولا نوار، دونك الشوكولا تاعكم الي في الويد. مي انايا لهنا واش نحوس نتحصل على لو غو تاع الشوكولا اولي اللي هو سكري مع لو كاكاو امير، نتحصل على شوكولا نوار فورت اون كاكاو، باش انا كي نحشي بها لا بريوش تاعنا ما تجيش سكري بزاف وما تجيش امير بزاف. فوالا لا برياج تاعكم تعرفوها مليحه كي تولي الاستيك، وتعجنوها لمده 15 الى 20 دقيقه. نخلوها عندنا، نروحو الشوكولا تاعنا ابخي ما دابت، ونصب لها 30 غرام كاكاو. حاولوا خلطوا مليح باش الكاكاو يذوب مليح. فوالا، ونبداو في تشكيل لابريوش تاعنا. هنايا نحتاجو امولا كيك دهنتو بالزبده، ونبداو في تشكيل البريوش تاعنا. هنا
هنا لابريوش تاعكم دو بري انا موجد وحده من قبل مي دو بريفيرونس نتوما حطوها في الثلاجه انا نعطيكم معلومه صحيحه باللي لي تو سكي بريوش دو بريفيرونس ديروهم 24 ساعه على افونس وتبيتوهم في الثلاجه سينو فحطوها في بلاصه دافيه سا دوبل دو فوليوم تعاودوا تخرجوا لها الطلوع اون دوزيام فوا ثوازيام فوا سا سوفي لارجومون وتبداو تشكلوها نصبوا الشوكولا تاعنا نقدروا نحشيو من الداخل بمكسرات دي فروي كونفي دي سيريز كونفي بوكو با نجيبو موس ونبداو نقصوها في الوسط ونديرو بالطريقة هذه ونحطوها في وسط المول أعزائي المشاهدين كما شفتوني درت جيت على لا فارس تاع الشوكولا قصيتها اون دو جي سي دو فير دفايره ولا اون تريس دوكا تخليوها في بلاصه متوسط الحراره تكون ما تكونش سخونه بزاف وما تكونش بارده بزاف جوسكا كو سا دوبل دو فوليوم اونسويت تدهنوا لا بارتي تاع لا بات ماشي لا بارتي تاع الشوكولا بالبيض تقدروا ديروا فوق سكر كروكون تقدروا ديروا مكسرات كيما تحبوا نتوما انا نفضل نخليها كيما راهي سامبل باسكو بنتها راهي في الحجم تاعها خليوها تخمر في بلاصه متوسط الحراره ما تكونش بارده بزاف ما تكون سخونه بزاف تدهنوها بالبيضه من فوق وتخليوها سا دوبل دو فوليوم بور لا تمبيراتور سي 180 دغري لمده 15 20 مينوت تو ديبون على لو فور انا ننصحكم بداو توجور بال 160 درجه بور ديفلوبي لا بات تاعكم ومن بعد كي تشوفوها بدات ولات دير لا كوش دوري طلعوا لا تمبيراتور 180 و سافا دوري من 15 جوسكا 20 مينوت تو ديبون على لو فور تاعكم واش حنا نديروا فاصل صغير ان شاء الله ونتلاقاو بعد الفاصل أعزائي المشاهدين عاودنا ولينا بعد بدرنا فاصل صغير كما راكم شايفين لا بريوش ابخي ما خمرت لكم لمده ساعه قدر اقل قدر اكثر تو ديبون على حراره الغرفه اللي عندكم في المنزل تاعكم ولا في المطبخ تاعكم دهنتها بالبيضه كامله حطيتها في الفرن من 160 الى 180 درجه لمده 20 الى من 15 الى 20 دقيقه وتو ديبون على لو فور بيان سور حبيت برك نكمل معكم لا ديرنيير ايتاب تاع لا جولي راح نحطها من الفوق سينو اون بو فير لا كونفيتور في ميزون كيما تحبوا نتوما انا حبيت ندير ناباج وانتوما واش حبيتوا ديروا عندي هنا لا جولي نحطها شويه فوق النار نطلق راحها Le napas, ça va lui donner de la brillance.
فوالا. اعزائي المشاهدين، كانت حلقة اليوم عبارة على بريوش وشوكولا. نتمنى انها نالت اعجابكم، ونتمنى انكم فهمتوا الوصفة ايتاب باغ ايتاب، وان شاء الله تجربوها وتصلح لكم. واش بقى لي نقول لكم؟ ابقاو اوفياء لسميرة تي في انسي كشاف شعيب. اعطيكم الصحة، بارك الله فيكم، ميرسي بو فوتر كونفيونس سورتو، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا.